للحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن تظاهرات 25 من أيار والانتهاكات الحكومية بحق المتظاهرين، ينضم إلينا عبر الهاتف أو عبر سكايب الناطق باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. في البيان الذي أصدرتموه بشأن تظاهرات 25 من أيار والانتهاكات الحكومية بحق المتظاهرين، ذكرتم أن حكومات الاحتلال وميليشياتها متعطشة لسفك دماء العراقيين، بما تفسر استمرار انتهاك سياسة القتل لمواجهة التظاهرات السلمية دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أنتم وجميع المشاهدين الكرام. هي سياسة مستمرة منذ أن تسلمت هذه الأحزاب السلطة وتدربت على يد العصابات الإيرانية، وكثير منهم قد تأسس في إيران ولا يزال يتمول منها ويأخذ أوامره، والبعض الآخر تدرب وأخذ تعليماته ومنهجه من إدارة الاحتلال الآخر، احتلال الأمريكي. ولذلك هذه السياسة، سياسة القمع والحديد بالنار ضد كل من يعارضهم ويعارض ولو بالكلمة، وكلمة الحق يبدو قاسية جدا على مثل هؤلاء، ونرى أنهم يهربون من الكلمة ويهربون من المواجهة، مواجهة الحقائق، إلى هذه الأساليب، أساليب القتل والاعتقالات والتهديد وغيرها، وليس لهم سبيل آخر غير ذلك، لأنهم يعلمون أن موقفهم ضعيف، وموقف دائما موقف الباطل أمام قوة الحق تكون ضعيفة، ولذلك يعني يحاولون مثل استغنام أو اغتنام أي سبيل للبقاء والتشبث بمناصبهم ومؤسستهم الآن، هذه المؤسسة السياسية التي تحميهم. هناك دكتور زعم بأن الميليشيات تشكلت بالأساس من أجل حماية العراقيين، من أجل الدفاع عن العراقيين، من أجل تحرير الأراضي في حال لو دخل غزاة، هكذا يتم الترويج لهذا الأمر، في حين تشاركت القوات الأمنية مع الميليشيات بقمع المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل. هذا التكامل دكتور عبد الحميد، هناك تكامل عضوي ربما بين الحكومة والميليشيات، إلى أي مدى كشف ذلك عن حقيقة الميليشيات؟ يعني المتابع للشأن العراقي يعلم أن الميليشيات هي ليست حادثة وليست جديدة، ولم تتكون قبل يومين أو معدة سنوات كما يروج البعض. الميليشيات تأسست قبل الاحتلال العراقي، وقد جاءت مع الاحتلال، بل مهدت قسم منها، ولا سيما ما تسمى بمنظمة بدر الذي شارك قديما في الحرب مع إيران ضد أبناء الشعب العراقي، وساهمت عصابات هذه الميليشيات في سجون أو في معتقلات الأسر الإيرانية للأذى والضرر بالأسرى العراقيين. وبعد ذلك منذ اليوم الأول لغزو العراقي واحتلاله من قبل أمريكا، هم هؤلاء كانوا المعول الأول بيد هذه أدوات، بيد الاحتلال الأمريكي لضرب العراقيين وأذيتهم وتنفيذ الكثير من المشاريع من اغتيالات وغيرها. تطورت الميليشيات يوما بعد آخر وتزايدت وتصاعدت وتولدت منها عدة رايات جديدة. فالرايات الجديدة هذه التي يتحدثون عنها ويدعون أنها جاءت لحماية العراقيين، ولكنه رأينا كيف أن حماية العراقيين كانت بتدمير المدن وتهجير الملايين، واليوم ومنذ أكثر من عام في هذه ساحات التظاهر حينما يخرج هؤلاء الشبان بصدور عارية وبهتافات يعني فقط بالكلام ومظاهرات سلمية دستورهم يحميها المفروض، لكنها رأينا أن هذه الميليشيات واجهت هذه التظاهرات السلمية، واجهتها بالقتل وبالاعتقالات وبالخطف وبغير ذلك. فعن أي حماية يتحدثون؟ وحقيقة الأمر هي حماية أولا جارة السوء إيران ومشروعها، ثانيا العصابات الفاسدة التي تتحكم بمقاليد الحكم في العراق، وهذه الميليشيات هي منفذة لفساد هذه العصابات. طيب دكتور عبد الحميد، هناك دعوات من الحكومة تصدر للمصالحة الوطنية، يعني كيف يمكن فهم هذه الدعوات في ظل استمرار سياسة القتل التي تمارسها الحكومة وميليشياتها؟ المصالحة مع من؟
يعني مع الأسف هذا مصطلح آخر من المصطلحات التي ترفع بدون وجود حقيقة لها على أرض الواقع. هي شعارات، شعارات ترفع لغرض فقط، إما الخداع بعض الناس أو للاستهلاك الإعلامي، أو أحيانا يترافق ذلك مع كل موجة أو كل مفصل من مفاصل عمليتهم السياسية قبيل الانتخابات ونحوها. وأيضا نكرر أن هي هذه ليست المرة الأولى التي يرفع مثل هذا الشعار. فالمصالحة في أيام الدكتاتور السابق المالكي، يعني أسس لها وزارة مختصة بهذا الأمر، ثم بعد ذلك مستشار لرئاسة الوزراء بهذا الأمر، وأنفقت عليها ملايين إن لم نقل المليارات، وطبعا ذهبت كلها إلى جيوبهم، جيوب الفاسدين، ولم يتحقق من ذلك شيء. وعودة على سؤالك أيضا تحديدا، مع من يتصالحون؟ المصالحة هي لما يكون هنالك أرضية صالحة للمصالحة. المصالحة كيف تكون مع قاتل، مع ظالم، مع سارق، ومع شعب انتهكت كل حقوقه؟ فهي أيضا أعود وأقول هو مجرد شعارات ترفع ليس لها على أرض الواقع أي وجود. في جميع الدول الحكومات يعني تنهل شرعيتها من الشعوب التي تحكمها، يعني الشعب هو الذي يختار حكومته لكي تدير شؤونه وشؤون الدولة. ولكن هنا الحكومة في ظل هذا القتل المستمر ضد متظاهرين سلميين، من أين تستمد الحكومة شرعيتها؟ حكومة احتلال، يعني حكومات احتلال، وهذه حكومة الاحتلال الثامنة، هي مفروضة بالقوة، فرضت من قبل الاحتلال الأمريكي. وقضية الانتخابات وقضية الصناديق وقضية الخداع، كل هذا بات معروفا وواضحا وقد أدركه الشعب العراقي. ولذلك في الانتخابات الأخيرة لم يشارك فيها إلا أقل من 20%، وهذا باعتراف العديد من المنظمات المستقلة. وحتى هي يعني كثير من أعضاء هذه الحكومة لم يستطيعوا أن يعني يداروا مثل هذا، رغم أنهم حاولوا الكذب والخداع، لكنهم لم يستطيعوا ذلك. إذا عن أي شرعية نتحدث وأقل من 20% شارك في هذه الانتخابات وقد لحقها وشابها التزوير؟ فضلا عن ذلك، ما ذكرتموه قبل قليل، هي الآن تمارس سلطة القتل والحديد والنار ضد أبناء الشعب العراقي. إذا هي لا شرعية حقيقية، وإنما هي محمية بحماية الآلة العسكرية الخارجية والداخلية. الآلة العسكرية الخارجية القواعد الأمريكية والحرس الثوري الإيراني، بالتعاون بينهما، بتعاون الأعداء الأصدقاء، يعني رغم اختلاف أمريكا وإيران لكنهم متفقون في الملف العراقي، وبحماية الآلة العسكرية الداخلية وهي الميليشيات، وهي أيضا معول من معاول إيران في داخل العراق. نعم، الناطق باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لكم.